مشاهدينا، زي ما نوهنا في البداية، معانا فقرة من ضمن فقراتنا على الهواء، وهي فقرة خاصة بأحد العروض المسرحية اللي بتتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة. الموسم ده يمكن موسم جميل، بادي حلو وبادي فترة أعتقد أن ممكن يكون في ناس كتيرة خارجة من أعياد وأجازات، فحابة برضو تخرج. شايفين في كتير من ولادنا الصغيرين خلاص أنهوا امتحانات، فممكن يلحقوا كمان العرض المسرحي، لأن العرض اللي معانا النهاردة يا ليل يا قمر بادي من يوم 10 ليوم 20 مايو، يعني لسه موجود وبيعرض على مسرح فوزي الصيفي الموجود على كورنيش نيل أسوان. يعني نقدر نقول نزهة ليلية هيكون فيها حاجات ظريفة جدا لأي أسرة. خلونا نتعرف على ضيوفنا النهاردة على الهواء مباشرة، أصحاب هذا العرض. معانا ضيفنا أستاذ صولي مرعي، بطل من أبطال هذا العرض المسرحي، وهو مؤسس فرقة أسوان أو الفرقة القومية المسرحية بقصر ثقافة أسوان. معانا كمان أستاذ إيهاب زكريا ياسين، مخرج العرض المسرحي واللي منورنا النهارده. أهلا بيكم. أهلا، منورنا أستاذ صولي، منورنا النهارده أستاذ إيهاب، أهلا بيك. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبالعاملين في القناة، أهلا بيك. شكرا. طيب انا بس هقول نبذه بسيطه، ان احداث المسرحيه بتاعتنا النهارده هي مستوحاه عن رائعه الكاتب الراحل نجيب سرور بهية وياسين. تمام كده؟ تمام تمام. طب يعني اختيار العرض بيكون لمؤسسين الفرقه ولا المخرج ولا المين بالظبط؟ اختيار النص بيبقى للمخرج. للمخرج. طب استاذ ايهاب، لازم نعرف اختيار النص بناء عليه. طيب انا بختار النص عاده حسب طبيعه المكان اللي انا بخرج فيه وطبيعه المجتمع اللي انا شغال من خلاله. انا شغال في مجتمع اسواني، مجتمع صعيدي. السنه اللي فاتت كنت شغال عرض اسمه طوق مع فرقه اسوان، برضو دي تاني تجربه ليا مع الفرقه. طبعا انا مش غريب عن الفرقه، انا اصلا اتاسست جوه فرقه اسوان القوميه من وانا صغير، من ايام كنت لسه في اولى كليه كنت جيت اتعلمت على ايد الحاج صولي وكبار الفرقه الموجودين، وكنت بتعلم من المخرجين اللي بيجوا الفرقه. ودخلت تجربه نادي مسرح واعتمدت في سنه 2015، وكان ليا تجارب في جنا وفي دشنا وفي ناجي حمادي، لغايه ما ربنا كرمني ومسكت فرقه اسوان. بقالي دي تاني سنه وانا اصغر مخرج جه على الفرقه موجود يعني سنا يعني. فانا طبعا ليا الشرف ان انا اشتغل مع فرقه كبيره وعريقه زي فرقه اسوان. السنه اللي فاتت اشتغلنا عرض طوق، اخذنا اول صعيد، اخذنا افضل ديكور، افضل اخراج، افضل عرض. فكان لازم السنه الثانيه اختار عشان احافظ على اللي انا حققته مع فرقه، احافظ اختار نص قوي جدا اقدر من خلاله احافظ على النجاحات اللي احنا حققناها السنه اللي فاتت. فاخترت يا ليل يا قمر، عرض رائعه الكاتب الشاعر الكبير نجيب سرور، والعرض اساسا فلاحي. فانا حولت العرض من التيم الفلاحيه، تيمه الفلاحين، للعرض الصعيدي بتاعنا، واضفت له مجموعه من المربعات الصعيديه والاشعار الصعيديه، وحتى اللهجه ابتديت نتكلم باللهجه الصعيديه عشان اوظفه داخل المجتمع الاسواني يبقى مقبول حتى. وطبعا بتوجيهات طبعا من كبار الفرقه معانا، والحمد لله يعني كان نص ملائم للبيئه الموجوده، يعني ده اول اختيار للنص يعني السبب. انا هسالك سؤال شخصي يمكن ما يكونش متفق عليه كتير من مشاهدينا، بس هو احنا ليه ما كناش خدنا النص نفسه بنفس اللهجه الفلاحي؟ يعني احنا اعتدنا ان محافظه اسوان محافظه وافد اليها الكثير، بنشوف ناس من محافظات كتيرة من أيام بناء السد العالي يعني، وفي ناس كتير من بحري الصحي. أستاذ صولي، ولا محافظة مفتوحة بالظبط، احنا شفنا من الشرقية والمنوفية والأهلية وغيرها من محافظات وجه بحري ومحافظات الدلتا، واستقروا هنا كمان. فهل تغيير العرض المسرحي للي احنا فيه، فاحنا شايفينه، لكن فكرة ان يكون بنشوف بلهجات تانية هي بعد اذن حضرتك، بعد اذن الاستاذ ايهاب، يعني اتفضل. اللي ما يعرفوش الكثيرون ان اصلا ياسين ده من هنا، من قرية البحيرة مركز ادفو، يعني بلدياتنا. وبهية طبعا وبهية ما اسمهاش بهية، اسمها امنة. تمام. وده راجل عبادي، وكان مطلوب امنيا وكتلوا اللي هو محمد صالح حرب، اللي من ده بالنسبه للروايه، الحقيقي القصه الحقيقيه لياسين. تمام. اللي هو محمد صالح حرب من دراوي، اللي مدرسه الصنايع باسمه. تمام. وكتلوا في وادي عبادي.
تمام. كان صالح حرب كان قائد الهجانة، وراح والأثر قال له ده موجود في مغارة وادي عبادي وكتب. ياسين تقريبا بيمثل زي شخصية روبن هود الأجنبية بالضبط، زي أدم الشرقاوي. ذكاء الأستاذ إيهاب عشان يحيي ذكرى أو يحيي قصة شعبية بتداولها الناس حولها للهجة الصعيدي. هو طبعا المؤلف له الحق ان يقولها في اي مكان، يعملها فلاح، يعملها صعيدي، يعملها بحراوي، اسكندراني. فالاصل في الروايه بتاعتنا الصعيديه، فهي صعيديه. هو سؤال شخصي مني يعني، هل احنا مش مفتقدين ان احنا نشوف لهجات اخرى على العروض المسرحيه الخاصه بينا؟ هو ممكن احنا اشتغلنا نصوص لغه عربيه فصحى قبل كده. انا اشتغلت في اسوان حلم ليل الصيف لشكسبير، كان لغه عربيه فصحى. بس انا حبيت السنه برضو اشتغل للتيم الصعيديه لسهوله نضج وحلاوه كمان اللهجه الصعيديه والاشعار بتاعتها والموسيقى بتاعتها. احنا لينا طابع خاص كده حتى على الودن، الطبول بقى والدفوف والنايل الصعيدي والحاجات دي بيبقى لها الجمهور بيستمتع بيها بشكل افضل يعني. اكيد اكيد. طيب، من اختيار النص للعرض المسرحي، اختيار الابطال برضو اعتقد بيشارك فيها المخرج، بس حضرتك من ضمن المؤسسين فاكيد ليك اراء. بناء على ايه بقى من أعضاء الفرقة تقدروا تقولوا ده يمثل دور كذا وده يمثل دور كذا؟ هل لخوضهم تجارب قبل كده ولا بناء على النص؟ هي حضرتك اختيار الأشخاص للأدوار دي مسؤولية المخرج أولا يعني. تمام، ما حدش بينازعوا فيها. المخرج طبعا عارف الناس اللي بيشتغلوا معاه وشافهم قبل كده في أعمال قبل ما يشتغلوا معاه، وعارف إمكانياتهم وعارف قدراتهم. فهو اختيار الممثل للأدوار للدور مسؤولية بحتة للمخرج. للمخرج بس المخرج بوجه الممثل. لو أنا مثلا اداني دور وما اديتش اللي هو في دماغه او اللهجه او الكلام او الاحساس، هو بيوجهني كمخرج. ده دور المخرج نمره واحد، ما حدش بينازعه فيه يعني. فالحمد لله يعني احنا انا بشتغل وسعيد ان انا بشتغل مع واحد زي الاستاذ ايهاب. ده تاني عمل ليه لفرقه اسوان القوميه المسرحيه. سعيد جدا لان دماغه حلوه ومتمكن من أدواته وبيعرف يطوع الناس اللي معاه وإمكانياته اللي موجودة على حسب رؤيته هو لخدمة النص، إن النص يوصل إزاي للجمهور. المتلقي أولا، المتلقي في أسوان بيعشق المسرح جدا يعني. دي من تجارب من سنة 60، كان الجمهور الأسواني بيعشق الفن بطبيعته والمسرح تحديدا يعني. بيخش الصاله وما فيش صوت، ما فيش بتاع، وبتفاعل مع اي موقف قدامه درامي بيتعمل. ف واحد زي الاستاذ ايهاب مخرج شاب وواعد ومتمكن وحاصل على جوائز قبل كده، بيشجعني انا اطلع كل اللي جوايا. لان هو اداني الثقه، اداني دور، اداني بتاع، وبيسيبني يقول لي اقرا بقرا. لو ما عرفتش ادي بيقول لي لا اداك يبقى كده، يوجهني للصح اللي ممكن الجمهور يتقبله. انا ممثل ممكن اقول كلمتين وانزل اسيب له خشبه المسرح وامشي، مش ده. انما هو مخرج متمكن من ادواته وبيعرف يوظف الممثل في الدور المناسب ليه. يعني دور الباشا مثلا، دور الباشا جايب شخصيه باشا باشا بلا باشا باشا شنبه وبتاع وأداؤه وعظمة، بتكلم بعظمة وألاطة وبتاع. وشاف فيه أنا دور الأب المنكسر اللي بنته بتتاخد من قدامه وبتروح قصر الباشا وبيحاول يدافع عن بنته، العساكر بتوع أو الغفر بتوع الباشا بيهددوه بالسلاح. فاختارني لهذه الشخصية المنكسرة المغلوبة على أمرها كده يعني. فصراحة مش بس أنا، دي الفرقة القومية المسرحية سعدت بالأستاذ إيهاب إن عمل لها شغل يعني صراحة. أستاذ إيهاب، خلينا بقى نروح لاختيار فعلا أبطال العرض، لأن أبطال العرض هم الأساس بعد طبعا اختيار النص، هم اللي هيطلعوا
النص اللي حضرتك اخترته بالشكل اللي انت عايزه بيكون بناء على ايه؟ انا شايفه طبعا ان اعضاء الفرقه كتير، فانت لازم هتنتقي ولا بتاخد الكل بتحاول تشرك الكل؟ يعني هل بتضيف ادوار عشان الكل يشترك؟ خلينا نكون صراحه اللي بيتم في الكواليس يعني. لا، هو مش موضوع ان انا بضيف ادوار عشان الناس كلها تشتغل، الموضوع مش كده. لما بيبقى في نص مسرحي اي شخصيه بيبقى لها ملامح جسديه، الفئه العمريه اللي في الشخصيه، يعني الاب مثلا ده مثلا شخص معدي 60 سنه 70 سنه، طبقه صوته كذا، شكله كذا، بشرته لونها كذا. ياسين مثلا، وصف ياسين في النص بيقول ايه؟ كان ياسين اجيرا جدعا شاربا من لبن امي عريض المنكبين، فلازم يبقى شاب بقى، فارد العود كنخله. فانا لازم ما ينفعش اجيب حد قصير، صح. يعني ضد المكتوب وضد الشخصيه، صح. فالشخصيات بتبقى اصلا في النص وانا بقراها بتبقى ليها ملامح فيزيكال بدني، وبيبقى ليها مواصفات معينه الكاتب كاتبها. انا ممكن اغير ده، بس هبتدي العب في النص واغير في الدراما عشان اوصل مثلا. ده بيبقى استثناءات، يعني ده بيبقى انا ما بعملش ده مع اي حد، بس في استثناءات بتحصل. لكن اللي بيحكمني ان النص نفسه بيكون مواصف في الشخصيات. فانا بشوف من الفرقه مثلا قوامها في 40 او 50 فرد، فمش كله بيشتغل في التجربه، فبختار انسب ناس موجوده تنفع للدور. يعني بهي بقى عامل مثلا بهي رقم واحد، بهي رقم اثنين، بهي رقم ثلاثه، ستاند باي لكل شخصيه. وبشوف مثلا في بدايه العرض بقى بنعمل حاجه اسمها بروف الترابيزه، وبنقرا في اول اسبوعين لغايه ما بوصل مع الوقت التدريجي ان هو ده او هو ده الشخص اللي هيطلع لي الشغل اللي انا محتاجه من الشخصيه. فده بتبقى في بروفات الترابيزه بنبتدي نوزع الادوار، بيبقى فيها تجربه واثنين وثلاثه واربعه. وانا بيبقى لي في الشخصيه مثلا في الاب في رقم واحد وفي رقم اثنين وفي رقم ثلاثة لغايه ما بوصل لافضل شخص. اعضاء العرض المسرحي المره دي تقريبا كام؟ صانع الديكور، الموسيقى، الحاجات دي كلها برضو، يعني مين بالتحديد؟ هو احنا عملنا اعداد عن النص عشان هو مش احنا ما اشتغلناش النص الفعلي بالفعل الاصلي. أكيد. لا، احنا عملنا اعداد، والاعداد ده عن طريق استاذ وليد مصطفى، ده برضه عضو من اعضاء الفرقه، اشعار استاذ محمد المصري، الديكور وائل بكري، الالحان دكتور رأفت موريس، ومخرج منفذ طبعا اسماعيل عماره. برضه احنا كتبت العمل دي، احنا كل واحد انا بحب اختار افضل الاشياء عند كل حد. يعني انا عشان يبقى معايا عرض قوي يبقى لازم اختار شعار قوي، لازم اختار ديكورست قوي، لازم اختار الحان قويه علشان يكمل الحاله. وانا كمخرج بحب اهتم بكل عناصر الاخراج من اضاءه وموسيقى وازياء وديكور واشعار والحان علشان الحاله تبقى مكتمله معايا. الناس دي تعبت جدا معايا، الناس دي هم شركاء النجاح معايا في اي عمل، وانا بوجه لهم التحيه. هم مش موجودين بس يعني هم كان لهم دور كبير في نجاح العرض المسرحي. واحنا كمان بنوجه لهم كل التحيه. استاذ صولي، هرجع لحضرتك كاحد مؤسسين الفرقه القوميه المسرحيه لقصر ثقافه اسوان، اللي احنا اعتقد ان يمكن استمتعنا بكثير فعلا زي ما حضرتك ذكرت كده من العروض المسرحيه سواء على مسرح القصر او كمان على المسرح الصيفي مسرح فوزي. يعني لو احنا بنتكلم على الفرقه من 10 سنين من 20 سنة، التطور اللي حضرتك شايفه بما انك من المؤسسين، شايف الامور ازاي؟ شايف الدنيا ماشية ازاي؟ شايف مثلا مع وجود دماء جديدة زي استاذ ايهاب وغيره، هل فعلا في اعضاء جدد بينضموا اليكم؟ هل في دلوقتي وقت التدريب خبرات جديدة او سوري عفوا مواهب جديدة من المواهب المسرحية؟ وطبعا فرقة اسوان اتأسست سنة 60، قبل ما تتعامل وزارة الثقافة كان اسمها الجامعة الشعبية، وكان أحد فرقة أسوان كان اسمها فرقة أسوان المسرحية. أحد أعضاء فرقة أسوان المسرحية كان الكاتب الراحل محمود الطوخي وعثمان عبد المنعم، علي سالم المؤلف كان هنا وعمل وكتب أغنية على الممر وأخرجها هنا، وكتب ولا العفاريت الزر في أسوان وأخرجها هنا، وكانت فرقة قوية جدا وفرقة يعني من أقوى الفرق في الثقافة الجمهورية حاليا. ولما تحولت الجامعة الشعبية إلى ثقافة تحولت الفرقة، راحت الثقافة، وكان فيها جهابزة يعني، وكان فرقة تكيلة بترعب أي حد بتروح أي حد في مهرجانات القاهرة يعني.
لما بتشتركوا في مرحله وكان من 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 يعني من 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 الممثلين القدام الله يرحمهم يعني جميعا، تقريبا اقدم واحد موجود العبد لله، واحد ثاني اسمه يحيى عبد العظيم، هم من يعني احنا من المؤسسين يعني. فكل الفرقه حاليا دماء جديده ووجوه جديده، والفضل الاول والاخير ربنا سبحانه وتعالى والاستاذ ايهاب، صراحه هو اللي جاب الناس. ولينا سنين كتير جو مخرجين من بحر، مخرجين مش عارف من فين وفين، كانت عروض يعني على قد الحال. انما الصراحه مش عشان الاستاذ ايهاب انا شغال معاه، لا، العرض السنه دي والعرض السنه اللي فاتت كان من اقوى العروض، و بدماغه هو وبنفس المجموعه اللي معاه اللي شغاله اللي هو بيوجههم. هو بيقول الفضل في المجموعه اللي شغاله معايا لان هي نجحت العرض، لا، نجحت العرض من خلاله هو، من خلال توجيهاته هو، من خلال تدريبه هو. فاهم حضرتك؟ فالمخرج لما يبقى قوي بيطلع عرض قوي، صحيح، بيطلع بيعمل وجبه دسمة عليها كريمة للجمهور للمتلقي بيستمتع. يعني أنا زهلت من السنة اللي فاتت، المسرح الصيفي كان كومبليت العشر أيام وقوامه بتاع حوالي 500 و600 مشاهد، كان كومبليت العشر أيام، كان كومبليت. السنة دي احنا اتضربنا عشان امتحانات زي ما حضرتك عارفة، بس في ناس خلصت. واحنا هو بننوع عن العرض المسرحي، هو على مسرح فوزي فوزي لحد يوم 20 مايو، اللي خلصوا امتحانات كأسرة ممكن يبقى يوم بالليل كده تتفسحوا، ويبقى فعلا خروجة جميلة ليكم وللولاد. ويكفينا فخر كأعضاء فرقة أسوان القومية المسرحية، وده ما حصلش في السابق، ان الجمهور بعد ما بيخلص عرض ما بيمشيش، بيحب يتصور مع الفنانين، مع الممثلين، مع الاستاذ ايهاب، بيطلع يصور في الديكور، يتصور بتاع، في حاله حب عملها الراجل ده ما بين الممثل وبين المتلقي، حاله حب غريبه يعني. الجمهور مش عايز يمشي يعني. امبارح في ندوه كانت بعد العرض، قعدت لغايه الساعه 1 وشويه والناس قاعده. والناس قاعده، ده دليل الحب وارتباط المتلقي بالفرقه. صحيح. ده اللي عمله بقى الاستاذ ايهاب، وده اللي منتظرينه برضو على طول من كل سنه من الاستاذ. وبعد اذن حضرتك لو سمحتي لي يعني، اتفضل. ده كلامي ده موجه لهيئه قصور الثقافه ولاداره المسرح. ايه يعني لما مخرج يخرج عرضين ويسيب الفرقه ويجي مخرج ثاني ليه؟ ده سؤال. ما هو نظام استاذ ايهاب خرج عمل عرض السنه دي والعرض السنه اللي فاتت، السنه الجايه مش معانا، طيب ليه؟ بيروح محافظه ثانيه، طيب ليه؟ سؤال. نجح مع الفرقه دي خليه ناجح، ما دام ناجح خليه ناجح، ليه؟ يعني راجل من اسوان يروح واقامه ومصاريفه، طيب ليه؟ طب ما تخليه مع اسوان، لا يقول لك لا، يعرض عرضين منتظرين رده طبعا، وعرضين ثاني مش عارف فين، طيب ليه؟ فأتمنى من وزارة الثقافة والإدارة العامة للمسرح أن تغير النظام ده. مخرج مدام ناجح، مخرج ابن البلد مدام ناجح خليه، هيوفر هيوفر إقامة، هيوفر سفر، وهيوفر إعاشة، وهيوفر ده كله، ما ده كله ده من ضمن الميزانية. طب ليه ما خليه في بلده ومدام ناجح وقدم عروض كويسة وجذب جمهور للعروض اللي بيعملها؟ خلاص خليه قاعد، ان شاء الله يكون في رد للسؤال، لان طبعا اجابه السؤال مش عندنا احنا طبعا، لا انا دي موجهه اكيد، بس احنا فعلا برضو ممكن نتساءل مع حضراتكم يعني. يمكن التنقلات دي عشان ما يعني نقدر نقول في تغيير، هو بيقول هو من حاطين البند ده في اللائحه عشان موضوع تجديد الدماء يعني، الفرقه ما تتعودش على اسلوب وطريقه مخرج واحد. لا، ممكن يكون في مخرجين ياخدوا خبرات تانية من مخرجين تانية، فهيتطور الفرقه معاه يعني. ممكن انا يكون مثلا ايهاب حصل منه حاله من التشبع معينة من عروضه ومن طريقته، فكمان سنتين ثلاثة مش هيبقى في تجديد، فمحتاج مثلا محتاج يشوفه مخرج تاني ياخدوا منه تكنيك جديد واسلوب جديد في الشغل، فالشغف يتجدد. او يعني ممكن انت لو اشتغلت فترة طويلة مع نفس الشخص بتفقد الشغف والرغبة في الاستمرارية. وفكرة التعود على شخص باسلوب معين بيخلينا نخرج منتج متشابه ممكن حتى باختلاف عفوا يعني باختلاف النصوص، باختلاف الاداء، باختلاف الادوار اللي بتسند للفنانين، لكن
احنا بنحتاج للتغيير من وقت الى اخر، لكن اتمنى طبعا استاذ ايهاب بما وانا واثقه ان السنه دي ممكن يجيب لنا جوائز، مش عارفين بقى هي مين بقى او امتى بالتحديد بيتم ان العرض ده ياخد الجائزه، يعني هل بتبقى بقى في النهايه تجميع لكل المسارح في مكان معين وفي لجنه بتقيم ده، ولا اللجنه بتيجي وبتقيم بناء على العرض؟ السنه اللي فاتت كان في نظام اللجنه جت لنا تمام وعدت شافت كل العروض اللي في الصعيد، هي اللجنه هي اللي عملت التجوال تمام، وبعد ما بتخلص اللجنه مشاهده لكل العروض بتعلن النتائج. السنه فاتت بعد ما اعلنوا النتائج احنا خدنا اول ديكور واول اخراج وافضل عرض. السنه دي النظام مختلف، احنا اللي رايحين للجنه، المهرجان في جنة جمعوا كل الفرق على مسرح جنة، فاحنا مسافرين يوم 19 هنعرض هناك ونرجع تاني. احنا وعدنا الناس ان حد يوم 20 شغالين، يوم 19 ده في يوم يوم 19 بس مقفول يا جماعه، بس 20 يعني اخر يوم 18 هنا 18 يعني 18 19 بس هو اللي متوقع في العرض. هنسافر هنكون في جنة تمام، هنعرض المهرجان هناك وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني ونحقق النجاح بتاع السنه اللي فاتت باذن الله. باذن الله. يعني خلينا بما ان حضرتك معانا دلوقتي استاذ ايهاب، يعني المتوقع ان انت السنه الجايه مش معانا هنا في اسوان بس بتتوجه لمسرح ثاني في محافظه ثانيه، احنا بنتكلم في اقليم جنوب الصعيد ولا في الصعيد كله؟ لا مش شرط، هو طبعا اداره المسرح هي اللي بترشح المخرجين في المواقع، بترشح بقى بناء ان المخرج ده تشوفه مثلا ناجح، درجاته وتقييماته في اخر 3 سنين او متوسط درجاته ايه موجوده، وبتقول مثلا والله انت مثلا السنه دي انا اتعرض عليا ان انت قدامك فرقه جنا ومعاك فرقه اسوان ومعاك فرقه الاقصر تختار ايه، فانا اخترت اسوان. السنه الجايه ربنا كرمني الحمد لله وكنت من افضل المخرجين يعني وخدت درجه عاليه، هيتم الترشيح لكذا مكان وانا اختار منهم، يعني مش شرط يكون في اقليم الصعيد، ممكن اقاليم تانية، ممكن اطلع سوهاج اسيوط المنيا، ممكن هنا في اسوان اشتغل مثلا مع فرقه كومومبو، ممكن اغير بقى مثلا فرقه اسوان القوميه وامسك فرقه كومومبو للفنون المسرحيه. فده بتبقى دي لسه بقى انا بشوف الحاله الجايه انا محتاج ايه وهقدم ايه يعني. تمام. من خلال تواجد حضرتك مع فرقه اسوان ولمده عامين، ايه اللي ممكن تقوله عن الفرقه؟ يعني اهو استاذ صولي يعني قال لنا شويه تفاصيل او نبذه عن الفرقه من عام 1960 لحد دلوقتي، لكن حضرتك شفت في مده قصيره حاجات كتيره وسمعت اكيد حاجات اكتر. لا طبعا موضوع فرقه اسوان القوميه ده بالنسبه لي انا ده كان حلم، يعني انا اصلا كنت شغال مسرح جامعي تمام، وما كنتش برضو لسه يعني ما خدتش دورات وما قريتش وبتاع، وكنت شغال شويه سكتشات وكده. ففي 2001 جيت اتفرجت على عرض لفرقه اسوان القوميه ايام المرحوم فوزي الله يرحمه، دخلت على الخشبه كانوا عاملين عرض اسمه انتحار اخراجه هو، يعني دخلت كنت لسه صغير لسه اصلا يا دوبك يعني طالع من الثانويه العامه داخل لسه اولى كليه، ففرجت على الفرقه العظيمه دي كنت فرحان جدا ان الممثلين دول ازاي بيمثلوا ازاي مندمجين وايه الديكور ده والموسيقى الحلوه دي، ورحت وابتديت مسرح. يعني انا اتولد جوايا الشغف للمسرح من خلال مشاهده فرقه اسوان، وحلمت ان انا في يوم حلفت ان انا في يوم من الايام حاجة مخرج للفرقه دي، وبعد 15 سنه الحمد لله بتعب ومجهود واعتمدت وجيت اخرجت لفرقه اسوان. فالسنه اللي فاتت كان بالنسبه لي حلم، والشغل مع فرقه اسوان ده شرف لاي مخرج، ان هي زي ما قال الحاج اصولي دي فرقه عريقه وفرقه من اقدم الفرق الموجوده، فانا كنت مستمتع جدا بالتجربه وانا ابن المكان وابن الفرقه، فما اظنش ان انا هلاقي الراحه النفسيه والادوات بتاعتي مع اي مكان تاني غير فرقه اسوان. يعني ربنا يوفق دايما الجميع، ويعني انا اتمنى طبعا نجاح مسرحيه يا ليل يا قمر بشكل اكبر بقى من خلال وجودكم يوم 19 ان شاء الله في قنا، ولجنه تقيم العرض المسرحي بالشكل اللي يستحقه باذن الله. في حاجه اقول لحضرتك عليها، نجاح الاستاذ ايهاب في عروضه لانه بيهتم بكل التفاصيل الصغيره اللي في العرض، يعني زي ما بيقولوا بيقرا ما بين السطور، اقل تفاصيل صغيره شايفها العادي ان هي مش مهمه انما بالنسبه له هو مهمه، بيبقى حريص عليها جدا. بنحضر بروفة يبقى بروفة، ما فيش حد يحكم على جنبه، ما فيش حد ولا سيجاره، ما فيش بتاع، ما فيش الكلام ده، ما فيش التزام، في التزام، الالتزام هو اللي زرعه.
يعني ما ممكن مخرج يبقى متسايب شويه مع الناس يعني، انما بعد المروفة عادي معانا ويهزر ويضحك ومفيش مشكله يعني. فالتفاصيل اللي بيهتم بيها الاستاذ ايهاب هي من احد اسباب نجاح عروضه اللي أكيد بيعملها طبعا يعني. لان اعتقد ان الفنان في النهايه هو يعني المفروض يكون ملتزم، لان هو مش مجرد موهبه وبيأدي وخلاص، هو شخص بيظهر صورة الالتزام من خلال أدائه الرائع على خشبة المسرح. وبيأدي رسالة، ومش صحيح. هي رسالة، دي رسالة خطيرة يعني. أنا عايز أقول لسيادتك حاجة، المسرح والتلفزيون أخطر جهتين بيقدموا رسائل للجمهور للمتلقي، أخطر من الجرنان والقلم، دي في وجهة نظري أنا، لأنه ده مباشر. المسرح المتفرج بيقعد بياخذ الجرعة اللي بياخذها الدراما اللي بتقدم له، كذلك قدام شاشات التلفزيون بيبقى ده مباشر للمتلقي. صحيح. مش انا بكتب، ما في ناس كتير ما بتقراش جرايد، ناس كتير ما بتقراش كتب، انما كل الناس بتشوف تلفزيون وكل الناس بتشوف مسرح، سواء بتحضر في دور العرض المسرحي او من خلال شاشات التلفزيون. ف الجمهور متعطش، لان جت فتره ان الدنيا كانت الحياه متوقفة. الثقافيه والفنيه وقعت. صحيح. فالجمهور متعطش لده، وربنا يوفق الجميع ان شاء يا الله، ونقدم الاحسن لما فيه صالح البلد يعني. أكيد. انا بشكر حضراتكم وبتمنى لكم طبعا النجاح، وشكرا على وجودكم معنا النهارده وتنويه عن العرض المسرحي يا ليل يا قمر. مره تانية مشاهدينا، هو عرض من العروض الجميله جدا على مسرح فوزي الصيفي في كورنيش النيل باسوان، بمدينه اسوان. اللي حابب يستمتع يقضي ليله كده جميله، بس بننوه ان يوم 19 الفرقه هتتوجه لنا عشان هيكون في تقييم للعرض المسرحي من اللجنة هناك، وهيكون في تجميع كتير طبعا من العروض المسرحية اللي بتعرض على قصور الثقافة في محافظات إقليم جنوب الصعيد. أتمنى طبعا تروحوا وتشوفوا العرض وتستمتعوا. احنا بنفتقد لوجود المسرح، المسرح بقت عروضه مش كتيرة قوي، حتى نقدر نقول ان في القاهرة الفرق المسرحية ما بقتش بهذه الكثرة اللي كنا بنسمع عنها زمان، لكن ما زالت الهيئة العامة لقصور الثقافة بتحاول وبتحرص على ان يكون في مواسم بعينها، وبيتم عرض مسرحيات تخدم العائلة كلها، فتوجهوا واتفرجوا على العرض. بشكرك استاذ سوالي مرعي، بطل من ابطال العرض ومؤسسي الفرقه، استاذ ايهاب زكريا ياسين مخرج هذا العرض، شكرا ليك نورتنا النهارده. شكرا ليك وبالتوفيق دايما. شكرا للقناه بتاعتنا على استضافتنا، وشكرا ليكم وشكرا للجمهور المشاهد حاليا الحلقه يعني. شكرا ليك. مشاهدينا لسه معاكم على الهواء مباشرة، إذا كنا انتهينا من فقرتنا اللي اتكلمنا فيها عن العرض المسرحي، لكن لسه في فقرة تانية مهمة جدا حابة أن انتوا كمان تعرفوا شوية معلومات عنها، وهي تخص أطفالنا. بعد الفاصل هنعرف كتير من المعلومات.